خلينا نروح يا جماعة للسيدة الفاضلة مدام جيهان حسيب زوجة الكابتن المحترم فاروق جعفر. وعايز أقول والله العظيم مش مجاملة، يعني منذ أن عرفنا كابتن فاروق يعني ونعلم جميعا إن هذه السيدة يعني كلنا في الوسط كنا عارفين إن أم سيف يعني أم سيف بميت راجل، يعني إحنا نحب نقولها في الصعيد يعني كناية عن الجدعنة عن المروءة عن الإنسانية. أم سيف شفناها بأم أعيننا في كل حاجة حلوة مع الكابتن فاروق. يعني الله يخليك يا استاذ عبد الناصر. ازاي حضرتك يا مدام جيهان عاملة ايه؟ ازاي حضرتك يا استاذ عبد الناصر؟ انت اتحبست في السعودية، خد بالك. لا ده زي ما تقولي، انا بقولها بحاجة احلى، بقول ربنا طول لي المدة. والله ده حقيقي، والله ده حقيقي، يعني ما اجمل انك انت تبقى عند الرسول وعند ربنا، دي اجمل حاجة ربنا اديها لك، الحمد لله رب العالمين. فتسعدنا دعوة حلوة. جالنا خبر حلو كمان مع غلق الطيران اللي هو زعلنا، ان الهرم النبوي مفتوح للصلاة بدون مواعيد. الله و الله، ولا ربنا و يوعدنا يا رب. ولكن الروضة بميعاد وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم بميعاد. فيبقى عندي مساحة ان انا اقعد بدل الاربع ايام اسبوع في الحرم النبوي، الحمد لله، واحاول ده كرم، ده كرم، ده واحاول كرم وهبة من عند الله. واحاول اجيب موافقة تاني بدخول الروضة والزيارة، لانها يعني باذن الله ربنا يكتبها لي يعني يا رب ويكتبها لنا يا رب جميعا ان زي شاء الله. حضرتك. وخلي بالك يوم الخميس هعمل عمره، وادعي لك انت وسيف وجنى. الله يخليك يا رب، يخليك يا رب، يا رب يبارك فيك ويبارك في اولادك يا رب، وفي الست هانم الوالده والست ربنا يخليك يا هانم رب. مدام الاول مدام جيهان حسيب، اذكر الناس بس حضرتك نجل معالي السيد مساعد وزير الداخليه الاسبق. اللي هو نبيل حسيب. ايوه لسه كنت هكمل معالي، كان اتفضلي. كان رئيس لجنه الاتصال بين مصر واسرائيل في اخر محافله طبقا لاتفاقيه كامب ديفيد. اتربيت في بيت محترم، ويعني واللي حصل اول امبارح احزنني كثيرا جدا يا استاذ عبد الناصر، وزعلت جدا 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 ان هذا الرجل شريك عمري وشريك حياتي وابو اولادي، انه ينتهي به المطاف وحيد بردان محروم من اولاده ودفء اسرته، وده اللي قدمته ايديه. لان ما جزاء الحب الا الحب، وما جزاء الاحسان الا الاحسان. احسنتي. وانا مش عايزه ارد، انت عارف يعني انا مش في خناقه، انا احزنني هذا الوضع كثيرا، لان فعلا هو اتحرم من حاجه كبيره جدا. مش هحكي هو عمل ايه، واكيد ان هو خرج على العالم كله وهو يعاني من عذاب الضمير لما فقد 10 سنوات من عمر ولاده، ما يعرفش عنهم حاجه، ما يعرفش بياكلوا ولا بيشربوا، بردانين ولا جعانين، عيانين ولا زعلانين. تتصور انك انت يبقى عندك عيال صغيره ما تعرفش عنها حاجه، الفطره اللي ربنا اداها لنا ان احنا نفرح باولادنا وهم بيكبروا معانا في حضننا وانتمائهم لينا، فاتوا حاجه كبيره قوي قوي قوي. بيقول اسمهم على اسمك، طب انت افتكرت كده؟ افتكرت كده يا فاروق؟ افتكرت ان العيال دي اسمها على اسمك؟ انت تعرف مدارسهم فين ولا جامعاتهم فين ولا هم بيعملوا ايه؟ أنا يعني زعلانة، لأن ربنا سيسأل كل راعٍ عما استرعاه حفظ أم ضيع. وبقول له راجع نفسك قبل فوات الأوان، صلح غلطك اللي أنت كسرته في أولاد ما لهمش ذنب والله، ولا أي حاجة غير إن هم أولاده. ما لهمش ذنب إن هم جم في الحياة وهو بيعمل معاهم كده. في قضايا وفي قصص وفي حواديت أنا مش عايزة أقولها. دي حاجة تسقني وحاجة تحزني، لكن لما يخرج عليا راجل شريك عمري بعد هذا العمر الطويل، خلاص احنا الناس بتتخانق مع بعض وكل واحد بيروح في حتة، لكن ما ذنب أولادك؟ وأنا عمري يا أستاذ عبد الناصر ما حرمتهم إن هم ما يكلموش أبوهم، لأني عايزاهم يكونوا أسوياء.
عايزاهم لما انا طول عمري يعني، انا لحد دلوقتي ابويا مات من 25 سنه لحد النهارده انا بقول انا بنت اللواء فلان. انا ما حبيتش ان انا اعمل اي حاجه وحشه بين الاب والولاد، لان عشان يبقوا هم عندهم ثقه في نفسهم، يبقوا شبعانين في بيت ابوهم على طبليه ابوهم. لكن هو اللي نقى واستكبر وابعدهم عنه رغم ان هو استعملهم، وانت عارف يعني ايه استعملهم في الموضوع بتاع ازمه القضيه بتاعت صح. لبنان. هو استعملهم، وبعد ما استعملهم اداهم ظهره كالعاده. وانا عذرا للمقاطعه اشهد امام الله ان هذه السيده الفاضله في قمه المعاناه كان الاعلام يترجاها بكلمه، وكانت دائما تقول في النهايه فاروق، وكانت تقول لنا الكابتن فاروق ابو سيف وابو جنى. ولكن فعلا انا ما كنتش مصدق ان علاء بيقول لي دلوقتي، لان انا مش متابع طبعا وانا في السعوديه، طلع الكابتن فاروق وفتح هو هذا الملف على الرغم انا مستغربه انه يعلم انه العوار بيركبوا من ساسه لراسه. ايوه. وبعدين انا بقول له هو دلوقتي يا فاروق انت قاعد وشايف قرايبك وجيرانك والناس اللي حواليك متدفيين في وسط ولادهم، وانت الوحيد اللي قاعد زي الشجره اللي من غير جذور. انت مبسوط؟ الفلوس نفعت معاك؟ اديك بعت ولادك عشان الفلوس، اديك بتحارب ولادك عشان الفلوس. هل الفلوس اسعدتك؟ هل الفلوس حققت لك المراد؟ ادي ولادك ضاعوا منك. بقول له راجع نفسك، راجع ضميرك قبل فوات الاوان. العمر ما فيهوش اللحظه ما في حضن ولادك ان هم يشيلوك ويطبطبوا عليك، وانت عارف سيف وجينا كانوا بيحبوك ازاي وبيعملوا معاك ازاي وشايلينك فوق راسهم. الولاد دول عشان خاطر عيونهم، عشان خاطر عيونهم. وانت حضرتك عارف حتى على في الازمات بتاعت النادي انا ما رضيتش افتح بقي عشان خاطر حصل عيونهم. حصل حصل حصل. ما رضيتش افتح بقي عشان خاطر عيونهم. الولاد دول ولادك. الولاد دول ولادك. انت ليه بتعمل فيهم كده؟ انت بتنتقم منهم ليه؟ انا يا سيدي ست وحشه وبنت 60، لكن ولادك ذنبهم ايه؟ راجع نفسك. راجع نفسك. كل قرايبك وناسك وجيرانك والشوارع كلها قاعدين في حضن ولادهم الا انت. الا انت زي الشجره التي بلا جذوع ولا بلا فروع. بس ده اللي انا اقدر اقوله. مفيش حاجه تانيه. كلامي صح ولا كلامي غلط؟ انا بس عايز اقف قدام حاجه وما كنتش اتمنى ان اسالك السؤال ده. كان في مكالمه بيني ما بين حضرتك، ويمكن انت قلتي لي يعني افضفض معاك، ولكن لا يمكن ان نجرح مشاعر ولادي بان انا اسمح لولادي او لنفسي ان انا اقول الكلام ده عشان ما اقللش من صوره فاروق مهما كان الخلاف اللي بيننا. هل وصلت الامور لدرجه ان الكابتن فاروق يزور في دخله الشخصي عشان ما يدفعش 10,000 جنيه سكن، ولا علشان يقول لسيف في المحكمه انا ما معيش دخل فما ينفعش اصرف عليك؟ لا، ده انا هقول لك على اوحش من كده. ده هو بيفعل ما في وسعه ان هو يحاول ان هو ما يدهمش ولا مليم. يا ساتر يا رب. بيفعل ما في وسعه. يعني مش عايز اقول لك بيعمل ايه. يعني انا مستغربه جدا، مستغربه جدا. دول ولادك يا ابني، دول ولادك، دول لحمك، دول دمك. ده احنا بندي للناس في الشارع، ده احنا بندي اي حد قريب مننا، ده احنا اي حد محتاج ولا نفسه ولا عايز بنديله. ولادي ما ادلهمش. ولادي لحمي دمي عروقي ما ادلهمش. انا مستغربه. غير يعني اكيد حد ابن حرام اللي مدي. انا بقرا حد ابن حرام اللي موصيه التوصيه دي، يعني لو محامي او حد. انا بقرا في القضايا قدامي ان جنى طالبه منه مصاريف المدرسه، سيف طالب منه مصاريف الجامعه. مصاريف الجامعه بتاعت سيف. يعني حاجة غريبة. يعني مش يعني نفترض جدلا ان مش امهم جيهان حسيب، ان امهم مش ميسورة، ان امهم مش ست قدت على عاتقها ان تطلق الحياة من اجل سيف وجنى، انها هي تتحول الى راهبة من اجل سيف وجنى. طبعا.
انا مش عارف، انا بسألك، انا بسألك انت قول لي انت ماذا تفعل لو كنت مكاني. لا انا مصدوم انه وحتى لما في بعض الناس في النادي حاولوا يتدخلوا ويقولوا له يا ابني ما يصحش وعيب، ده ولادك انت متخانق مع مامتهم. او على فكرة انا وهو اخر مرة مش متخانقين، احنا اصطلحنا في السفارة في بيروت وقلنا لبعض شيك هان. يعني انا شخصيا ما كنتش متخانقه وصفيت نفسي وقلبي معاه وخلاص ومشيت وقلت له خلاص انت ابو اولادي ولا اتمنى لك الا كل خير. وهو انا ما اعرفش بقى هو كان قلبه فيه ايه، وهو يعلم علم اليقين ان انا المراه الوحيده اللي وقفت معاه كاني جيش من الرجال واقف في ظهره، كنت شايلاه في جميع المحافل وفي جميع المؤتمرات وفي جميع السيمينارات وفي جميع التجهيزات، حتى في اتحاد الكوره ايام ما كانوا طالبين التقرير بتاعه هو والخطيب، انا اللي كتباه، انا اللي كاتبه التقرير بتاعه يوم ما عملنا المؤتمر في فندق النبيله. وانت اللي جيتي وانت اللي جيتي تعاقدتي في دريم سبورت بالظبط، فانا اللي كنت واقفه في ظهره لانه كان ابني الثالث فاروق، ده كان الرجل ابني الثالث، كنت شايلاه فوق راسي. خلاص عيب بقى، ده انا اديتك شيك هاند وخلاص والموضوع وكل واحد مننا راح لحاله، تقوم بعد ما ترجع تديني بالخنجر ولاقيك رفع عليا مئات القضايا من ظهري؟ ده كلام يا جماعه؟ ده انا بيني وبينك اولاد، ده انا بيني وبينك اولاد. اتقي الله، اتقي الله في اولادك ان لم تتقي الله في بنات الناس. يعني يعني حضرتك انت بعد ما تنازلتي عن القضايا اللي كان بمقتضاها الكابتن فاروق هارب في لبنان من الاحكام اللي عليها، الكابتن فاروق بعد ما تنازلتي رجع رفع عليكي قضايا؟ فاكر اليوتيوب اللي الاستاذ مرتضى طلع وقال ده بعد ما كلمني قال لي ارفع عليها قضيه كذا كذا كذا؟ بس انا ظنيت ان ده مجرد كلام. لا انا كنت فاكره زيك انه مجرد كلام. تتصور ان ان القضيه بعد ما رجع بخمس ايام وانا ما كنتش اعرف عنها حاجه؟ 18 جلسه المسكن مغلق امريكاني طبعا انت واخد بالك، وخد حكم اترفض، يعني اترفض الحكم عليه واستأنفه وانا ما اعرفش حاجه، انت متخيل؟ يا yeah. وانا ام اولاده وانا اللي وقفت جنبه وانا اللي عملت له المجد وانا اللي عملت له كل حاجه هو دلوقتي بيعيش فيها بسببي، وبدليل ان انا بقالي 10 سنين انا مشيت وسبته، بقالي 10 سنين بعد الحادثه دي انا مشيت وسبته بعد من 10 سنين ما جابش حاجه بقرش ساغ زياده، ما عملش حاجه بقرش ساغ زياده. خدت بال حضرتك؟ ايه عيب كده، ده انا ام ولادك واولاد زي الورد، يعني يا ريتهم ولاد بقى كده ولا كده ولا كده، لا دول ولاد يعني يسعدوا الباشا، متربيين احسن تربيه يشرفوا الباشا. حضرتك تشوف اهو عند حضرتك سيف وعند حضرتك جينا. انا عملت مكالمه مع سيف لما طلع اعاره للمصري وقال لي يا اونكل والله العظيم انا بنحت في الصخر واسال مدربيني. قلت له على فكره يا سيف انا سائل كل مدربينك وقالوا انك انت موهوب جدا وانك انت جامد جدا في الكوره. قال لي ولكن ممكن تعتبر انا من الابناء الذين ظلموا بابائهم، يعني زي مصطفى شوبير. والى يومنا هذا. وفاكر انت حضرتك لما طلعت دفعتي عن مصطفى شوبير وقلت انا عايشه المعاناه ان مصطفى شوبير موهوب وبيحارب بابوه، انا سيف ابني أيوة. بيحارب بابوه، ابوه ما عملوش حاجه والناس بتقول بيلعب عشان فاروق جعفر. وهذا حقا، لحد امبارح سيف بيتحارب عشان ابوه، احمد عبد الرؤوف طالع في الراديو يقول ان فاروق مشاه من النادي بسبب سيف، وسيف ليس له ناقه ولا جمل. سيف ملوش دعوه بالموضوع، هو سيف كان حط رجله في الملعب، هو ابوه كان ليه سبب مجدي فمعاه، ما هو بقى له دلوقتي 7-8 شهور قاعد في النادي. سيف شاف النجيله؟ لا ليه؟ اشمعنى؟ الست اولاد الناشئين من 2001 نزلوا الا سيف.
ليه؟ ما هو السبب؟ وبعد كده كمان انه يقول الكلام ده في وجود مين؟ يعني وائل الابراشي والكبيره المحترمه نجوى ابراهيم. يعني الست اتعجبت، والست لا تدري ما بين السطور، ما تعرفش الاحداث المريره التي عشتها انا واولادي بسبب هذا الاب. انا بقولت لك انا ادليت بشهاده وانا في المملكه العربيه السعوديه، اشهد امام الله اني كانت السيده الفاضله مدام جيهان حسيب اتحدث معها وتحدثني وتاخذ رايي في بعض الامور الاعلاميه، وكنا نتفق بعد ان تاخذ راي جنى وسيف وانا في الاخر ممنوع الكلام احتراما للكابتن فاروق، وكنت انا اول واحد اقول لهم انا راجل صعيدي وبرافو مهما كان ده بابا ومحدش يتناوله باي مكروه، ولكن انا علاء صدمني لاني ما عرفتش غير من علاء ان الكابتن يعني اتكلم هذا الكلام بهذا الشكل. ايوه اللي طالع بيقول كده ليه؟ طالع بيقول كده لانه استشعر بالبرد والوحده. شوف انت لما راجل يبقى يقترب على مشارف ال70 ويبقى قاعد لوحده يا استاذ عبد الناصر، دي حاجه تزعل، حاجه تزعل. ده انا قاعده في وسط ولادي متهنيه. شوف بقى انت لما اولادك يبقى الحمد لله رب العالمين يا الله، يعني اللهم ادمها نعمه. طب هو الاصل مش بتاعهم او بتاع حضرتك يا فندم؟ لا ده بتاعي. بتاع حضرتك اللي ده بيتي، وده الموضوع مطروح في المحاكم بقى، وفي قضايا، في 25 قضيه يا استاذ عبد الناصر. في 25 قضيه اللي هو قصاد عش البلبل ده اللي هو في ال ايوه ده انا اشتريته من بنك مصر الدولي، بس بقى حضرتك، ودفعت اقساطه، وبعدين لما حصل حريق في الشقه بتاعت السفنكس اللي احنا كنا عايشين فيها اتنقلنا رحنا هناك، ولما اتخانقت وقام باستكتابي محرر خلاص خدت بعضي وخدت ولادي ومشيت. من ساعتها خلاص انا ما رجعتش، وهو احتل المكان وربنا يسهل له. طب عايزه برضو اتكلم مع هال اهال فتقول كلام دمه تقيل، لان هو برضو ابو اولادي في الاخر، ويعني ربنا يا رب يرفضه للصواب. وانا لا اساعدك ابدا ان تخرجي عن النص. في النهايه سيف اسمه سيف فاروق جعفر، وجنى اسمها جنى فاروق جعفر. بس نتمنى ان هو يتذكر هذا ويعرف ان سيسال كل راع عما استرعاه حفظ ام ضيع، ويعرف ان في يوم من الايام لما يحب ينام كده وهو تعبان ما يلاقيش احسن من حضن ولاده، وما يلاقيش متكأ احسن من ايد ولاده، هو مش واخد باله، او الدنيا واخداه، او الشهره واخداه. ما عادش الدنيا فيها تاني بعد ال70 يا مدام جيهان. ما انا بحكي لحضرتك، هو مواليد 51، يعني خلاص السنه الجايه 70 سنه. ربنا يديله يعني الصحة والعافية، بس هي الدنيا ربنا يدي الجميع الصحة والعافية. الدنيا ما عادش فيها حاجة. لازم يراجع نفسه. ولازم يراجع نفسه بصراحة يعني. بصراحة أنا بنصحه نصيحة لوجه الله. طب سؤال بعض الناس بتسأل، هل القصر باسم حضرتك والمحرر أخذت بيه حكم إنك أنت كتبتيه تحت التهديد أو دون رغبتك؟ ايوه ده حصل و يعني ده الكلام اللي دمه تقيل. لا وحضرتك والله العظيم يعني هو كان عامل لي توكيل عام رسمي. التوكيل العام الرسمي ده انا لم استعمله اي استعمال غلط، بس هو بيقول لبعض الناس انك انت كتبت لنفسك كل حاجه بهذا التوكيل. طيب ما عمليش دعوه حساب لي يعني، حتى الحكم اللي كنت واخداه عليه وبسببه هرب الى لبنان او سافر، بلاش كلمه هرب انا اسف، سافر الى لبنان. بيقول ان العماير بتاعته وانت كنت كاتباها بالتوكيل. طيب ما عملش، ما هو دلوقتي انا دلوقتي لما اعمل لحضرتك توكيل حضرتك ممكن تروح تطلب دعوة حساب دي علشان انك انت استعملت التوكيل دون انك تحاسبني وتديني حقوقي. ما عملش دعوة حساب ليه؟ لو انا حرامية، لو انا سرقت. لا عفوا، لا اقصد ذلك، انا اسف. لا سبوز معلش مش مشكلة.
طب ما يعمل لنا يورينا ايه الموضوع. طب وانت على مدار على مدار الخم على وبعدين خد بالك الموضوع الادبي اللي بيني وبينه مش موجود، يعني لو هو هيقول مثلا انا ادبيا ما حبيتش اعمل لها يبقى غلطان، لان هو عمل جميع انواع القضايا. يا اوكي؟ ما انا بقول لك، مش بقول لك من ورايا بعد ما رجع عمل لي جميع انواع القضايا. مش بقول لك بعد ما رجع جميع انواع القضايا، انا كل القضايا اللي عملتها رد على قضاياه، يعني انا كنت راجعه ومدياله شيك هام، حتى لما رجع جبت له الشغالين والناس وكنت موضبين له العربيه وموضبين له الحاجه وبعت له اللحمه وبعت له الخضار وبعت له الخزين بتاع البيت لمده 7 8 اشهر. خدت بال حضرتك؟ لما كان بيحتاج حد يصلح له حاجه في البيت كنا بنبعت الناس، ببعت الناس بتوعي يعملوا له التكييفات وحمام السباحه والحاجه، ما هو ده بيتي. واخد بالك؟ كنت شايلاه فوق راسي. لما بقى وصل للمرحله ان هو خلاص اعاده المحاكمه بتاعته، وانا طبعا عملنا تصالح بعد اعاده المحاكمه، فايه اللي حصل؟ لما جه خد البراءه بقى لقيت صوته اتغير، يعني كان بيكلمني الاول بمنتهى اللطف وعلى فكره، وكان بيتحايل عليا نهار وليل ان احنا نرجع. وهنا 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 عايز اقف عند روايه، هل فعلا لولا مرتضى منصور ما كنتيش تنازلتي؟ ورجع فاروق جعفر مصر. مرتضى منصور ما كانش ليه دخل خالص. انا اللي حصل ان انا كان سيف عنده امتحانات الاي جي ساعتها، وكان كل يوم هو وجينا يقولوا لي بابا هنعمل فيه ايه، بابا هنعمل فيه ايه، بابا هنعمل فيه ايه زي الهاج. فرحت مكلمه قلت له يا فاروق انت صديق عمري، وانا برضو ما يرضنيش حتى لو انت غلطت، انا ما يرضنيش ان انا اسيبك كده، فانا هجيب المحامي وهجيب الولاد وهنيجي لك على بيروت. ورحنا رايحين احنا الثلاثه، قعدنا ونتخانق ونتقل ونعمل ونقول، وهو يقول كذا وانا اقول كذا، عملنا عادي عادي زي اي اسره ما حدش عارف سرها وتعمل اللي هي عايزاه. وبالظبط ورحنا السفاره وثقنا هذا التصالح ورجعت مصر. لكن اللي احنا ما كناش نعرفه ان ما فيش تصالح في الجنايات. خدت بالك؟ فحصل ايه؟ اتعادت المحاكمه عشان ياخد براءه. بقول لك بعد ما خد البراءه لقيت صوته اتغير بقى. انت فاكره المكالمه اللي كلمتها لك يا مدام جيهان لما قلت لك انا حزين، فبتقولي لي ليه يا عبد الناصر؟ قلت لك يعني انا مش متخيل ان مرتضى منصور يطلع يعمل لايف ساعه يعاير الكابتن فاروق ويزج باسمك، ومن المفترض انا كراجل لا اسمح حتى لو كانت زوجتي مطلقتي ان اسمح لاحد ايا كان ان يزج بها بهذا الشكل. بص حضرتك، في حاجات في معايير الناس بتتربى عليها مختلفة شوية، فيمكن هو معاييره مختلفة عننا. يعني أنا أبويا مثلا أعز أصحابه اللي كانوا دفعته في كلية الشرطة، عمري أمي ما قعدت معاهم. يعني كان لما يجي أبو حد زميل في أبويا أمي ما تطلعش في الصالون. يعني أنت واخد بالك؟ لكن في ناس تربيتهم الظاهر كده. فهو الظاهر ما عندوش مشكله، وبعدين هو مش واخد باله. وفوجئنا بقى احنا اصطدمنا بعد كده بالعلاقه والصداقه والمرتبات والمكافآت وقصص أيوة. كبيره. وبعدين انت طالع اول امبارح بتقول ان اولادي ما بيقولوا انت بتذبحهم ولا بتعمل ايه؟ مصيبه. طب ما تحاسب نفسك انت، هما ما بيكلموكش ليه؟ ما تفكر في الموضوع. ليه ما بيكلموكش؟ ما تسأل نفسك. الولاد المحترمين دول المتربيين دول اللي ما حدش سمع عليهم غبار ما بيكلموكش ليه؟ فما تسأل. وانا عايز اساله سؤال على الهوا، ليه حضرتك ما عملتش نفس المبادره اللي عملوها الولاد مع مامتهم ويقولك بيروت انك انت تقتل الشيطان وتعمل نفس المبادره وتيجي تتخانق معاهم وفي النهايه انتوا ولادي؟ بقول لك ايه يا استاذ عبد الناصر؟ نعم، ده البنت كانت بتكلم باباها مره ما بيردش عليها، فراحت اتكلمت الولد اللي بيشتغل في البيت، قالت له عايز اكلم بابا، فقال لها بابا بيقول لك انه مات. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. طب انا بحكي لك اهو، بقول لك واحد ما يعرفش حاجه عن ولاده بقى له 10 سنين ويدعي الفضيله ويدعي المثاليه، وانا كنت بصرف على امي، وانا كنت بصرف على اخواتي، وانا كنت بصرف على اولاد خالتي، وانا مش ايه يا عم؟ طب ما تشوف ولادك لحمك اللي هتتحاسب عليهم. دول ابدا. خدت بالك؟
فانا طبعا انا مش عايزه اسيء فيه ولا اعيب فيه، ربنا ولا احنا وانا ولا انت تربيتك ولا اخلاقك تسمح بكده. واحنا وبعدين كل واحد مضى الى حيث شاء الله. يعني الاستاذ ريان عبد الرحمن بيقول لك يعني انت بنت اصول ولم تتحدثي 1% مما قيل مع الابراشي ونجوى ابراهيم. ده حقيقي، وانا مش عايزه اتكلم لان انا مش مجروحه، اللي مجروح هو. هو اللي مجروح وعارف ان هو اللي غلطان. انا لو انا عارفه ان انا غلطانه كنت رغيت واثبت عشان اثبت ان انا على حق. هو الكابتن فاروق ما معهوش اي اولاد غير من حضرتك؟ ما اعرفش والله يخلف ولا ما خلف، بقولك ما نعرفش عنه حاجه بقالنا 10 سنين. انا بعد ما استكتبني الورقه اللي كتبها لي اخذت ولادي من بيتي ومشيت. هو حصل له ايه؟ حصل ايه؟ ثم طلبت الانفصال منه بهدوء، مرضيش، فاضطريت ان انا اخد اجراء تاني. يعني ما بحبش اقوله عشان مش حاجه مش لطيفه. لا وانا عايز كلامك المحترم ده يكون رساله، يعني الناس شافت الفرق، واعتقد اني يعني انا عندي الفيديو ومفرغه، ولا رضيت اسال مدام جيهان في اي حاجه لان انا عارف بكلم مين. ممكن اسالها سؤال تقول لي اسفه وانا مش هكمل المكالمه. بالظبط. انا حضرتك ما عنديش حاجه اخبيها وما عنديش حاجه خايفه منها. انا اتمنى له ان ربنا يديه الهدايه الكامله ويستيقظ من غفوته قبل فوات الاوان، وان هو لو يحب ان هو يبقى في علاقه طيبه بينه وبين ولاده يعمل مبادره. ليه ما بيعملش مبادره مع ولاده؟ دول لحمه ودول دمه. وحضرتك انت وسيف وجنى ليس لديكم اي مانع في هذه المبادره؟ لا، ما عندناش اي مانع. على فكره احنا رغم ان احنا انفصلنا من مده طويله، احنا كان عندنا عاده ان احنا كل يوم اول يوم رمضان نفطر مع بعض. يا واخد بالك؟ لحد ما انقلق طبعا، لحد ما راح كاشر انيابه عليا لما خد البراءه، فابتدى ايه بقى خلاص، وابتدى صوته اتغير وابتدى يقول لي الناس وبيسرقوني. قلت له خلاص انا مش هبعت لك حد، انا هحاسب الناس ومش هبعت لك حد يا سيدي ما تزعلش. يعني انت واخد بالك؟ لكن احنا كان عندنا عاده اسريه، لكن هو خلاص ربنا يسهل له حاله. وبقول لك وكان عمال يلح عليا ان انا ارجع بعد ما رجع من السفر، وكان عمال يقول لي جينا انا اهم حاجه عندي الاسره، انا يهمني الاسره، انا عايز الاسره، انا يلم الاسره. الحمد لله يا رب ان انا ما رجعتلوش، لان انا مش عارفه كان عامل فيا ايه. الحمد لله. وكان مخي بيزقزق والله، كان مخي بيزقزق، والحمد لله اني ما نفذتش. الحمد لله. انا قلت نلم العيال وان شاء الله كله ده يبقى زوبعه في فنجان باذن الله تعالى. والله ان شاء الله ربنا يهدي الجميع يا رب. واتمنى ان هو لما يخرج علينا في المحافل وفي العالم ان هو ما يذكرش اسامي الاولاد الطيبين الغلابه اللي هو ما لهمش ذنب في الدنيا غير ان هم اولاده غير بالخير، لان هو ما شافش منهم غير الخير، وهم اللي توسطوا عندي في الكارثه الكبرى اللي هو كانت موجوده في حياته. وانا عشان فدا عيون ولادي انا نفذت وسافرت للبنان، تذاكر طياره على حسابي، الفندق على حسابي، العيال عملوا شوبينج على حسابي، واخد بالك؟ ورحت له وقدرته عشان هو عشره عمري وهو ما زال عشره عمري، لان انا ما اتجوزتش قبليه وما اتجوزتش بعديه. واخد بالك؟ يعني انا غير الموضوع خالص بالنسبه لي. فده عشره عمري، وساعدته في حياته وقفت جنبه وسندته علشان كان عندنا بذره حلوه كنا عايزين نكبرها، بس القدر لم يمهلنا او لم يمنحنا او اكل عيشنا اتقطع في هذا المكان. مش موضوع يعني. الحمد لله رب العالمين على الولاد الحلوين دول، وربنا يبارك لكل واحد في ولاده ويبقوا ظل ليه ودفى وحضن وبس. معلش ارصد علم دعوه حلوه ان سيوفه بقى ربنا يكرمه كده ويزيل عنه النحت في النادي. ان شاء الله. انا كنت فرحان جدا بتصعيده، وكلمت الكابتن اشرف قاسم سعيد بيه جدا والله، والكابتن عبد الحليم علي. الكابتن اشرف قاسم والكابتن عبد الحليم دول من اجمل الولاد اللي في النادي. يعني دول اولادي طبعا، لان انا اول ما اتجوزت فاروق دول كانوا لسه صغننين وكانوا لسه في الفريق الاول، هو الفرق بيني وبينهم مش كبير، بس من اجمل الناس اللي في النادي اخلاقا وادبا وتعليما. لان الكابتن اشرف قاسم لما كان موجود في قطاع الناشئين كان عامل جلاوي وحاجات وبتاع، كانت حاجه بصراحه هايله 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 هايله. ربنا يرزقه يا رب ويرزقهم
وييسر لهم اولادهم وييسر اولادهم ليهم يا رب العالمين. كلمه اخيره واحنا بجوار الكعبه وفي الطريق الى رسول الله كمان 48 ساعه، لو مد ايده الكابتن فاروق وحب يلم شمل الاسره، ام سيف مرحبه ولا لا؟ لا انا ما لما المواضيع دي ماتت بقى خلاص، احنا هم اولاد احنا بنتكلم على الاولاد وانت وانت جزء، ما هو لحظه انت جزء من اللحم والدم ده يا مدام جيهان. ايوه طبعا ما انا عارفه، بس بقول لك خلاص بقى، يعني انا يعني انا خرجت من المعادله وهم اولاده موجودين عنده وهم طوع له وهم الاولاد بيحبوه، وسيف ده كان بيطبطب عليه وبيحضنه. هو على فكره سيف ده اكتر ابن، يعني انت مش عايز اقول لك العلاقه الحب اللا مسبوقه اللي بينهم وبين بعض، بس هو زعله سيف وجرح وخان العهد معاه، يعني سيف اتجرح منه وما كانش متصور ان هو بعد ما جابني وجرجرني لحد لبنان هيروح رائعنا على قفانا كده، فسيف اتخض منه بصراحه، ما كانش متصور انه فعلا كده، فاتخض منه، فهو ده السبب يعني. فيا ريت يحتوي اولاده ويلمهم ويكمل بقى بقيه البقيه الباقيه في حياته في سلام، مش لازم حتى ياخدهم في حضنه كحضن جامد، يعني يمضي البقيه الباقيه في حياته، ربنا يديله طولة العمر الكبير في سلام، وينأى بقى عن السيجار والخناقات والحواديت والمحاكم، واحنا ما بيننا المحاكم مش هدفع ارتفاق. والله العظيم يا مدام جيهان، والله العظيم الكابتن فاروق، والله العظيم اقول لك ايه، بس الكابتن فاروق هو كده كله على بعضه يتحب على كده، مش هقول لك والله هو انسان لطيف جدا. الكابتن فاروق كان مش معانا مش عايز اقول لك، انا مستغرب بياكلنا بايديه، وابو الكرم وابو الجدعنه وبنقعد لستة الصبح سهرانين معاه وما شفتش منه غير كل خير والله العظيم. مصارين البطن بتتخانق، بقول لك دايما وابدا، دايما وابدا اقول حاجه، الكابتن فاروق حاجه حلوه تتحب كده على بعضيها. لا ما انا هقول لك، المحامين بيبقوا عايزين يقبضوا، انت فاهم؟ فيسخنوا بقى، يقول له لا ده احنا هنعمل لك فيهم، ده احنا هنعمل لك كذا، انت فاهم؟ هو ده السبب. بس فربنا ان شاء الله يهديه مع الناس التعبانه اللي حواليه دي. ربنا يبعد عننا كلنا اللي تعبانين اللي حوالينا يا رب، ولاد الحرام يا رب. والله لانهم هم اساس كل حرام. والنبي تدعي لنا عند الرسول عليه الصلاه والسلام يا رب، يعني حاضر. ومشكلنا ان احنا نبقى في مكانك كده ونبقى زيك. امين يا رب. عند ربنا ان يفك عننا الكرب والهم والغم والنكد اللي احنا فيه ده، وخلي بالك من صحتك واولادك، وخلوا بالكم من كورونا النهارده، الاعداد الولاد بقى ما تزوقش على لا ما هو بس يفتح الطيران وارجع على طول ان شاء الله. طيب باذن الله. شكرا جزيلا، سلام. مع السلامه. شوفك بخير. مع السلامه. باي باي.